ولكيفك؟ لك اشتقت لك انا كثير يا قلبي. وانا اشتقت لك كثير. طمنيني، كيف كانت سفرتك على بيروت؟ اخ تعب وشغل، بس بتعرفي الجو ببيروت بياخد العقل. ريحت راسي شوي على القليل، هنيك ما في اصوات دبج ولا بج. الحق معي. هدول شوية اغراض لك. اللي انا؟ ايه لك انت، ليش مستغربة؟ يسلموا ايديكي، والله عم تخجليني يا مدام. لا تخجلي يا عمري، هني كم طقم لاجوري وكم قطعة ناعمين شوي، ومعاهم كمان بارفالات وكريمات للجسم. انت بنت مثل القمر، بدي اياكي تنتبهي لحالك ولجمالك مشان تطلعي حلوة. تسلمي، كلك ذوق. بتعرفي بدي اخذك معي على بيروت مشان تغيري جو، ومنه بتساعديني هنيك، وبدي اعرفك على ناس فاتحة معهم بزنس كتير مهم. بتعرفي مدام، انا ولا مرة طالعة على بيروت، كنت اسمع عنها من بابا لانه كان شوفير على الخط، كان يقول انه بيروت بتاخذ العقل. خلص رح اعرفك عليها، وانا واثقة انك رح تنبسطي كتير هنيك. حمام يا أمي، هذا لازم يلتقى له حل، هيك ما بينعاش بالبيت بنوم. ماشي أمي ماشي، روحي هلا ماشي.